أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا من إلى رحمته المفر، ومن إليه يلجأ المضطر، ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مجيب كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا ربي أنت وكفى. فلا أجل من جليل قدرتك، ولا أعز من عزيز صلواتك، لقاري ملكك الملوك تخضع، تخفض رغم من تشاء وترفع، والأمر كله إليك رده، وبيدك أحله وعقله، وقد بسطنا أمرنا لديك، وقد شكونا ضعفنا إليك، وارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما. وانظر إلى ما مسنا بين الورى، فحالنا من بينهم كما درى، ونحن يا من ملكه لا يسلم، لذنا بجاه كالذي لا يغلب. إليك يا غوث الذليل نستند، عليك يا خف الضعيف نعتمد، منك العناية التي لا نرتجي، حماية من غير بابها تجي، أنت الذي تهدي إذا ضللنا، أنت الذي تعفو إذا ذللنا، يا واسع الإحسان يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره، وسعت كل ما خلقت علما ورافة ورحمة وحلما، وقد فازتنا ربنا الأكفة، ومنك ربنا رجونا اللطف، فأبدل اللهم حال العسر باليسر، وأمددنا بريح النصر، واجعل لنا على البغاة الغلبة، واجعل هذا الشر على من طلب، وانصر إيمانا يا قوي نصرا، وقر عدانا يا عزيز قهرا، واعكس مرادهم وخير سعيهم، واهدم جموعهم وأفسد رأيهم، وعجل اللهم فيهم لقمتك، فإنهم لا يعجزون قدرتك، وكلنا ولا تكن علينا، ولا تكلنا طرفة إلينا، يا ربي يا ربي بك التوسل، لما لديك وبك التوسل، يا ربي أنت ركننا الرفيع، يا ربي أنت حصننا المنيع، يا ربي يا ربي أنلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقمنا، واجعل بصاد وبقاف وبين ألف حجاب من وراءنا، تكن بجاه لا إله إلا الله، وجاه خير الخلق يا رباه، وجاه ما به دعاك الأنبياء، وجاه ما به دعاك الأولياء، كل من رفعت قدره ممن سترت أو أشعت ذكره، وجاء آيات الكتاب المحكم، وجاء الاسم الأعظم المعظم، ربي دعوناك دعاء من دعا ربا كريما لا يرد من سعى، واقبل دعاءنا بمحض الفضل، قبول من ألقى حساب العدل، وامضن علينا منة الكريم، وقف علينا عطفة الحليم، وانشر علينا يا رحيم رحمتك، وابصر علينا يا كريم نعمتك، واغفر لنا في سائر الأحوال، واغفر لنا في سائر الأحوال، واجمع لنا ما بين علم وعمل، واصرف إلى دار البقاء منا الأمل، وانهج بنا يا ربي نهج السعادة، واختم لنا يا ربي ختم الشهداء، واصلح اللهم حال الأهل، ويسر اللهم جميعا.
الشامل واغذل الأغراض المختلفة بك وعرفنا تمام المعرفة يا ربي وانصر ديننا المحمد واجعل ختام عزه كمعبود واعفي وعافي واغفر واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تحيا بقدري كما يليق بارتفاع ذكري وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تحيا بقدري كما يليق بارتفاع ذكري وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تحيا بقدري كما يليق بارتفاع ذكري وصل على الأهل الكرام وأعلى أربعة والغر ومن لهم تلا وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي وبارك اللهم مولانا الوالي إمامنا أبا الحسن الشاذلي كذاك صاحب المقام الطاهر محمد وأحمد ابن ناصر وعمام الرحمة آل السلسلة في كل منزل وكل منزلة وخص بالرضا وبالإحسان سيدنا القطب أبو عليان وخص بالرضا وبالإحسان سيدنا القطب أبو عليان وخص بالرضا وبالإحسان سيدنا القطب أبو عليان وشيخنا إبراهيم شيخ الشرع وآله خصوم كل بدع يا ربي وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين يا ربي وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين يا ربي وارضى عن زكي الدين إمامنا المجاهد الأمين وعن شقيقه أبا المواهب وعن أبا التقى وكل صاحب بجاههم يا ربي بلغنا الأمل واختم لنا منك بصالح العمل والحمد لله الذي بحمده يبلغ ذو قصد تمام قصده وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم من انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الجهود فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت ببيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منور إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله اللهم إنه سرك الجامع الدال عليك وحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بنسبه وحققني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم بها من موارد الجهل وأكرع بها من مواهب الفضل واحملني على سبيله إلى حضرتك حملا محفوفا بنصرتك واغذبني على الباطل فأنه
وزج بي في بحار الأحدية، وانشرني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها، واجعل الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالم لتحقيق الحق الأول. يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، اسمع ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك، وانصرني بك لك وأيدني بك لك، واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك. الله وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه عدد الشفع والوتر، وعدد كلمات ربنا التامات المباركات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية صادق العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من درجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمدت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من لطفت في خلق السماوات والأرض ولطفت في الأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر بفضلك ديننا وأهلك الكفرة أعداءنا وآمنا في أوطاننا
كلهم وبسرهم بالصالحين كذا ومن بهم اقتدى. تغفر لنا ما قد جانينا وهب لنا حسن الختام تفضلا واجل الصدى، وارزقنا توفيقا لطاعتك التي ترضى بها عنا وتكرمنا غدا، وزد بفضلك يا مغيث كروبنا، واحفظنا من كيد الزمان اذا اعتدى. اكثر بجودك سيدي ارزاقنا، هيا خير من مد الانام له يدا، واجل صلاتك والسلام مع الرضا لنبينا ولاهلنا نجم بدا. واختم بخير يا كريم وجد لنا برضا يكون على الدوام مجددا. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل افضل صلاة على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا عليها نبعث إن شاء الله من الآمنين الفرحين المبشرين بالجنة يا رب العالمين، أنا وإياكم والمسلمين أجمعين بجاه النبي الكريم وبسر الثواب. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.